ردت الفنانة فاتي جمالي على زميلتها دنيا بوطازوت التي نفت معرفتها بها خلال حلولها ضيفة على البرنامج الذي يقدمه الفنان مراد العشابي عبر الويب. وقالت جمالي في خاصية سطوري على حسابها الرسمي على انستغرام بعدما تم تداول تصريح بوطازوت على نطاق واسع في عدد من الصفحات الخاصة بالفن أن عددا من الفنانين يجاملونها وجها لوجه وينكرون معرفتها أمام الكاميرا. وأوردت الجمال قائلة: غريبة الناس فاش كيتلقاوك يجيو عندك حتى لعندك ويعيطوا لك. وأضافت دون أن تذكر اسم بوطازوت: لا ماشي غير بوحدها هي ورجلها، فاش كتشعل الكاميرا ما كيبقاو لا يعرفوك ولا يعرفوا سميتك، أشنو زعما هذا؟ تقليل ولا تمثيل ولا عياقة؟ مسترسلة: معرفتك ليا ما غادي تزيدني ما غادي تنقصني، مي كلامك وي. وتفاعل عدد من المغاربة مع الواقعة حيث جاء البعض في صف بوطازوت واعتبروا أنها الفنانة لم تقدم الإساءة لزميلتها وإنما صرحت أنها لا تعرف بأنها ملكة جمال سابقة، فيما آخرون هجموا بوطازوت وعابوا عليها طريقة حديثها عن زملائها الذين اتسمت بنوع من التعالي حسبهم، وإشار إلى أن دنيا بوطازوت نفت معرفتها لملكات الجمال اللواتي اقتحمن مجال التمثيل. وعندما تم سؤالها عن جمالي قالت إنها تعرفت عليها من خلال دورها في سلسلة سحلفة، مشيرة إلى أنها لا تعرفها بلقب ملكة الجمال، كما أوردت أنها لا تعرف أيضا شروق شلواطي. المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.